بالعلم سنصبح أحرارا وسنطفئ بالنور النار كي يزهر فجرا من دمنا فلنغرس للنصر الثارة. العلم سلاح فعال نقهر به المحتلين والغزاة ونبني به وطننا ودولتنا فلسطين، كل فلسطين. وإننا دائما نفخر بأبناء فلسطين المتميزين والمتفوقين الذين يثبتون للعالم إصرار شعبنا على الحياة. وهنا في بلدنا الثاني الكويت أثبتت الأختين مريم وشيماء جمال جودة قدرة هذا الشعب على إحراز المراتب الأولى حيوهم. علي الكوفية علي وليتفضل الأستاذ محمد الفضلي أمين عام لجنة أنصار القدس وعضو مجلس إدارة جمعية المعلمين، والأستاذ جهاد جرادات منسق عام ملتقى القدس، والدكتور إبراهيم مهنا عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج ليكرموا هؤلاء المتفوقين الذين دائما يثبتون أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يكون دائما في المراكز الأولى. حكاية مشوار عند الحق نخلي الحالي